بين جل وعلا أن شأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس شأنا يدعو الإنسان إلى أن يتخذ معه هذا الاعتقاد، لأن هناك من هو أعظم منه في هذا الخلق وهو آدم. قال عز وجل في أول سورة آل عمران في بيان الرد على نصارى نجران، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال عز وجل في نهاية ما ذكر، قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ثم دعاهم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.